اتفقنا مع بعض واحد يعني كوبايه، تقدري تحطي كوبايه، انا حاطط ربع كيلو سكر ومهينة عليكي مديكي سكر بودره عشان ينعم مع بعض، يبقى واحد اهو سكر بودره. تحطي كوبايتين من الزبده عشان لو ما عندكيش ميزان كوبايتين من الزبده، وتكوني قطعاها مكعبات بالشكل الجميل ده كده. يبقى احنا حطينا واحد سكر اتنين زبده بكل سهوله كده عشان تبداي تعملي حركاتك وتكاتك. واحده واحده كده هتدوبي، تاكدي السكر داب معاه. عندي ثلاث بيضات وعليهم ذره ملح وذره فانيليا، ثلاث بيضات قدامك اهم، احط عليهم ذره ملح وذره فانيليا، واحده واحده كده مع بعض. اهم حاجه في التركه عندي هنا ثلاث ارباع كيلو دقيق، يعني ثلاث كوبايات دقيق. يبقى احط كوبايه سكر، كوبايتين زبده، ثلاث كوبايات دقيق وعليهم ثلاث بيضات وشويه ملح وشويه فانيليا. سهله سهله وسهله جدا تعمليها. خدي بالك ان العجينه دي تطلعي منها كمان انواع كتيره من البسكوتات، تقدري تعملي منها انواع كتيره من البسكوتات، تقدري تعملي منها انواع كتيره من الترتات زي ما انت عايز. اهم حاجه الزبده تجانست مع السكر زي ما انت شايفه كده، وحطيت لك سكر بودره عشان يبقى سهل عليكي ترفعي عليه الخفق كده واحده واحده كده. واقول سلام عليكم يا خالتي ام احمد. سلام عليكم. وبركاته يا حاجه. ازيك يا استاذ حسن؟ صباح الفل يا حاجه والحمد لله. ايه الحاجات الحلوه دي؟ تكتك يا حركات يا جمال يا جمال يا خالتي ام احمد. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتكم جميعا طيبون يا فندم. انا عايزه اعرف طريقه عمل الشوفان. الشوفان؟ اه حاضر. الشوفان بيتبشر المكن له مكن شفر، ولا انت عشان تستخدمي عندك شوفان عايزه تستخدميه ولا عايزه تستخدمه؟ اه شوفان. اه بس قايلين لي عشان مرض السكر يعني. اه الشوفان بيستخدم في حاجات كتير قوي للدايت من ضمنها مرض السكر. تقدري تدخليه في كل اكلك، تقدري تدخلي الشوفان في كل اكلك، تقدري تضيفيه على السلطه، تقدري تضيفيه على الشوربه، تقدري تعمليه ببسكوتات، تقدري تضيفيه للحلويات، تقدري تضيفيه لو انت عامله اكل سخن، اي اكل عشان يمتص السكريات اللي في جسمك تضيفيها لها، اذا كان سلطه او شوربه او حلويات. تحت امر يا خالتي ام احمد. نرجع تاني لعجينه السابلين. احنا حطينا زي ما انت شايفه قدامك كوبايه سكر بودره وكوبايتين زبده بدرجه حراره الثلاجه، لفيتهم الاول لحد ما نعموا وبعد كده رفعت عليهم الخفق. ليه؟ انا عايز احصل على خليط كريمي متجانس. عندي ثلاثه عدد بيض كامل، اديتها ذره ملح وذره فانيليا وثلاث ارباع كيلو دقيق، يعني ثلاث كوبايات دقيق واحده واحده. تعالي شوف التركه بقى، نجيب الجناب بتاعتنا وتعالي نشوف هنعمل ايه بقى في العجينه دي واحده واحده، ونعلق على الكراميل عشان تاخد وقتها بتاعه السوداني على ما نعمل العجينه بتاعتي. اكون علقت على الكراميل عشان يطلع قدامك الخطوات والحركات والتكات واحده واحده كده مع بعض. تعالي هنا خديها كده مع بعض. بعد ما جبت الجناب بتاعتك عشان تبيض علق عليها. تعالي هنا نشوف بقى نعمل الكراميل ازاي. ادي ربع كيلو من السكر احطه وافرده كده واحده واحده كده مع بعض، واحط الميه في النص وادوبه بمعلقه صغيره خالص واحدة واحدة كده، اكون متأكدة ان السكر داب بالمية عشان يعمل الكراميل اللي انا عايزاها، والحروف بتاعتي اتأكد ان ما عليهاش اي حباية من السكر عشان ما يكرملش. واحدة واحدة كده ادوب السكر واحدة واحدة زي ما انت شايفة كده في الكازارول. هاخد السوداني بتاعي ادخله الفرن يسخن، وعندي الكريمة، ما عنديش كريمة يبقى لبن، وعندي زبدة وذرة فانيليا. سهلة جدا سهلة جدا. دوب السكر كويس جدا ونضف الحروف بتاعته، فرشه يا مارادونا واحده واحده، نضف الحروف زي ما انت شايفه كده قدامك ودوب السكر بتاعك. ارجع هنا فرشه، ارجع هنا زي ما انت شايفه كده الزبده نعمت، واول ما تنعم كده عندي ثلاث بيضات هنزلها، وحطيت عليها ذره ملح وذره فانيليا. هنزل بيضه واحده واسيبها تنعم مع بعض عشان انعم مع بعض واحده واحده. وارجع هنا للكراميل بتاعتي، اتاكد ان السكر بتاعي دايب خالص عشان يوصل ذهبي فاتح. ربع كيلو سكر ومعلقتين ميه. تعالي شوف السوداني بتاعي، السوداني يا مارادونا واحده واحده عشان اعمل الترت بتاعتي واحده واحده كده مع بعض. هاخد السوداني بتاعي لازم يبقى سخن، هدخله الفرن عشان يدفى مع بعض. السوداني بتاعي اجيب سوداني مقشر ادخله الفرن عشان يبقى ايه سخن عندي وزي الفل قدامك كده. ادخله الفرن عندي واسيبه يدفع عندي هنا في الفرن. تمام؟ واحده واحده كده مع بعض. فرشه يا مارادونا لو سمحت. شكرا. اجيب فرشه وانضف الحروف بتاعه الكازارول واحده واحده لحد ما يغمق خالص. اول ما يغمق عندي، تعالي شوف التركه بقى اللي عندك. ارجع هنا للزبده بتاعتي، اديتها بيضه اديها كمان بيضه واحدة واحدة كده مع بعض.
واروح جايبه الجناب بتاعتها واسيبها تمتص السائل اللي هو في البيض، واحده واحده كده اروح جايبه الجناب بتاعتي عشان الجناب بتاعتي تنعم برضو مع البيض والسكر البودره وكله كده اهو بالشكل الجميل ده كده قدامك، واحده واحده كده قدامك عشان تجيبي كل جنابك بتاع المكنه بتاعت حضرتك، واحده واحده كده معاكي خطواتك، وتنزلي برضو اللي على المكنه عشان تندمج كلها مع بعضها. تمام، تروحي جايه هنا برضو يا عم حسن منعمه تاني واحده واحده على العالي، وعلي واحده واحده كده معاكي خطواتك، عليها وتعالي نشوف هنعمل ايه في الكراميل. الكراميل اللي بتاعتي لازم تاخد لون ذهبي فاتح واحده واحده، وتكوني مرتبعها كده زي ما انت شايفه كده قدامك عشان نعمل الصوص بالكراميل بالسوداني، والسوداني لازم يكون سخن عشان كله يندمج مع بعض. يا جمال هنا اندمجت كده الزبده خالص، بعد ايه تاني بيضه هروح مديها تالت بيضه واحده واحده كده ونعمت خالص، واسيبها شويه تنعم كمان وكمان وكمان وكمان، وفي الاخر اديها تلات اربع كيلو دقيق. في تركه مهمه جدا هنا في موضوع الدقيق، الدقيق يا دوبك تحطيه يا دوبك يختفي تفصلي المكنه، لو زودت الخفق هتعمل عرق هتقطم منك، فخدي بالك من النقطه دي. اهم حاجه تتجانس ربع كيلو سكر بودره، نص كيلو من الزبده بدرجه حراره الثلاجه، ثلاث بيضات، ذره ملح وذره فانيليا، بقت كريمي كده. بصي قدامك اهم حاجه تبقى كريمي بالشكل الجميل ده كده قدامك، نعمت خالص وكله تجانس مع بعضه زي ما انت شايفه كده قدامك، وبقت عامله زي الكريمه، وما تحطيش الدقيق قبل ما يبقى كريمه خالص. بعد كده تعالوا اما نشوف هنعمل ايه، اروح جايه فاصله الكلام ده كله واروح حاطه الثلاث ارباع كيلو دقيق مره واحده كده، وتعالي بقى على السرعه الاولى واحده واحده كده على السرعه الاولى عشان الدقيق ما يطلعش بره. اهم حاجه التركه الدقيق ده يختفي مع الزبده والسكر والبيض، لو هو زودت الخفق عليه هتعمل عجينه عندك، ونزلي الحروف كده وهي شغاله عشان تتاكدي ان كل الزبده دخلت في العجان بتاعك. واحد